في زيارتنا للمدارس الأوروبية وجدنا أن هذه المدارس تعتمد على 4 ركائز للحفاظ على السلامة المدرسية. أولى هذه الركائز أولاً عدم إحضار أي مواد مشتعلة داخل المدرسة، وإن وجدت توجد في أماكن خاصة. 2 تجهيز نظام متكامل جداً في المدارس القديمة قبل الحديثة للإنذار المبكر عن الحرائق والحوادث داخل المدرسة. من أعجب السبل في الحفاظ على السلامة المدرسية أنهم أنشأوا مدارس خاصة تقام بداخلها حرائق، يعيش الطلاب هذا الجو حتى يعرفوا الطريقة الصحيحة للسلامة من الحوادث واستخدام طرق النجاة منها. هذا ما نحتاجه في مدارسنا، بل نحتاج ما هو أقل من ذلك حتى نحافظ على المدارس ونحافظ على الوضع التعليمي داخل المدرسة.